من المواقع المحلية جمعية إماراتية تطالب بإعادة مولدات كهربائية قدمتها لعدن قبل عام. ميليشيا الحوثي تفتش عن أموال المغتربين وتقول إن الهدف خدمتهم أينما كانوا. وفي الأخبار المنوعة، قوات أمنية ومروحية لمطاردة بقرة غاضبة في ألمانيا. البداية من الخبر الذي نشره موقع عدن الغد وأثار العديد من الأسئلة حيث عنوان الموقع. مصدر به مؤسسة الكهرباء أكد الأمر. الهلال الأحمر الإماراتي يطالب السلطات الحكومية بإعادة توربينات محطة كهرباء قدمها لعدن. وقال الموقع إن الهلال الأحمر الإماراتي وجه رسالة رسمية إلى مؤسسة الكهرباء في عدن ومحطة الحسوة، طلب فيها بالسماح له باستعادة أجزاء من توربين محطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات كانت الحكومة الإماراتية قد قدمتها لمدينة عدن ضمن مساعدات سابقة قبل عام. وتحصلت عدن الغد على نسخة من الرسالة التي وجهت إلى محطة الحسوة مساء الأحد، لكنها امتنعت عن نشرها حتى الحصول على التأكيدات. وأجرت الصحيفة اتصالات بالمسؤولين في محطة الحسوة ومؤسسة الكهرباء بعدن للتأكد من صحتها. وقال مصدر حكومي في مؤسسة الكهرباء بعدن إن المؤسسة تسلمت رسميا نسخة من الرسالة. وأشار المصدر إلى أن أجزاء من التوربين وصلت إلى محطة الحسوة بعدن، فيما لا تزال أجزاء من التوربين في ميناء الزيت، موضحا أنه يتوقع بدء إعادة الأجزاء الموجودة داخل محطة الحسوة إلى ميناء الزيت تمهيدا لإعادة شحنها إلى الإمارات. ينقل موقع المصدر أونلاين عن مصدر مطلع كشفه عن تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث مبادرة مؤقتة تتعلق بتحصيل إيرادات ميناء الحديدة وتحويلها لدفع مرتبات الموظفين. وتتألف المبادرة من 5 بنود تتعلق بالترتيبات الفنية والإدارية لتحصيل الإيرادات ودفع رواتب الموظفين. ونصت المبادرة المؤقتة على أن يتم ولمدة 2 توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة حسب القانون اليمني إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية في البنك المركزي بالحديدة. وبحسب المبادرة فسيكون للأمم المتحدة دور رقابي على الحساب الخاص بالتعاون مع البنك المركزي في الحديدة لضمان شفافية العملية. وستدعو الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع فني عاجل للتوصل إلى اتفاق يسمح بتطبيق الشق المتعلق بالإيرادات من اتفاقية الحديدة بشكل يؤدي إلى دفع كافة مرتبات موظفي الخدمة المدنية وفقا لقاعدة بيانات الوزارة لعام 2014. بعد الاتفاق على دفع رواتب الموظفين، ستدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة اليمنية لتغطية الفجوة التمويلية لفاتورة الرواتب قدر الإمكان. تاريخ ضخم وحاضر هش. تحت هذا العنوان كتب السياسي المعروف وسفير اليمن لدى لندن ياسين سعيد نعمان، والذي أضاف في مقال تنشره بلقيس. للتاريخ منطقه المستقل عما يشهده الحاضر من أحداث. التاريخ ليس مجرد ذاكرة للاستعراض، هو في الأساس حراك موضوعي متصل الحلقات، ينتقل في اللحظة المناسبة من السكون إلى الفعل ليعدل مسار الأحداث على النحو الذي ينسجم مع طبيعة مخزونه من العناصر المكونة للشخصية، ليس في صيغتها البيولوجية وجيناتها، ولكن في صيغتها الثقافية والحضارية والمنسجمة مع مصالح الناس. مصدر القلق هو الحركة خارج منطق التاريخ وتراكماته الثقافية والمادية وما يتعرض له، كل ذلك من تعسف وانتقائية من قبل إرادوية السياسي المتجمد عند هواجسه ومشاكله الخاصة ورؤاه الإيديولوجية المتماهية مع نزعة الخصومة المحتقنة بدوافع الصادم الدائم، أقودك أو أسحقك، أحكمك أو أبيدك. تبدأ السياسة في اليمن من المظلومية وتستقر في حضن الظلم، ويبدأ السياسي مظلوما وينتهي ظالما. المتتبع لمسار السياسة بألوانها ونحلها المختلفة لا يجد استثناء من هذه البداية الإنسانية والنهاية الشيطانية. أين تكمن المشكلة؟ هناك فجوة أخلاقية، ثقافية ومعرفية يحدث فيها هذا التحول الرهيب، الفجوة التي تغيب فيها دينميات التاريخ وتحضر الأنا المتطاولة على مخزون التاريخ بصيغته التي تبعث إضاءات عند كل محطة يلتبس فيها الموقف،
تحل الإرادوية والفعل المتعالي الذي لا يخضع لأي ضوابط محل العبرة والتجربة وإضاءات التاريخ، وهنا تكمن المشكلة. موقع يمن مونيتور تحدث عن المعاناة المتواصلة للنازحين بسبب الحرب، وعنوان مأرب اليمنية نزوح مستمر ومنظمات إغاثة تكيل بمكيالين. التقارير والإحصاءات الخاصة بمحافظة مأرب بحسب يمن مونيتور كشفت عن ازدواجية مفرطة تتعامل بها منظمات الإغاثة الدولية في مخيمات النزوح بمناطق الشرعية ومناطق الحوثيين. وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح في تصريح خاص قال إن هناك خلطا في السياسات الخاصة بالمنظمات الدولية وغضا للطرف عن بعض الأشياء وكأنها ترضى بالأمر الواقع للأسف الشديد. وأشار إلى أن الحوثيين تسببوا بنزوح الملايين وطردهم من مناطقهم واعتبارهم السبب الرئيس في طرد وتهجير اليمنيين. ولفت إلى أن سكان مأرب لم يكن يتجاوز عددهم قبل الحرب 500,000 نسمة، واليوم الأعداد المتواجدة والمهولة تقارب 3 ملايين على نطاق المحافظة، وهذا عبء كبير جدا على السلطة المحلية، وسنضطر فيما بعد إلى أن نطلع العالم على ما تقدمه كل منظمة على حدة والذي لا يتناسب مع أعداد النازحين في المحافظة. أكملت ميليشيا الحوثي نهب المواطنين في الداخل، وجاء الوقت لنهب من تمكنوا من مغادرة البلاد طلبا للرزق. وقد بدأت الميليشيا بجمع أسماء المغتربين لإدخالهم ضمن من يتم جمع الأموال منهم لدعم الحرب، كما طلبت منهم أن يحتفلوا بمناسبات الدينية الخاصة بالحوثيين. وعنون موقع مشاهد نت: مسؤول حكومي يتهم جماعة الحوثي بابتزاز المغتربين. وقال الموقع إن قيادة محافظة إب الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي أقرت البدء في تجهيز قاعدة بيانات تفصيلية عن المغتربين من أبناء المحافظة في الخارج. أوضح المستشار في ديوان المحافظ محمد مزاحم أن الهدف من تجهيز قاعدة بيانة بالمغتربين من أبناء المحافظة هو توفير الخدمات لهم وتسهيل إجراءات دخولهم وخروجهم من البلاد. من جهته اتهم وكيل محافظة إب المعين من قبل الحكومة محمد الدعام، اتهم جماعة الحوثي أنها تسعى من خلال قاعدة البيانة التفصيلية بالمغتربين إلى معرفة حجم أموالهم لكي يتم ابتزازهم. وأضاف الدعام للمشاهد أن الميليشيا لم تكتفي بجباية الأموال غير القانونية من المواطنين في محافظة إب كمجهود حربي ومضاعفة مبالغ تحصيل الزكاة والضرائب، بل تسعى الآن لمضاعفة جباية الأموال من المغتربين. ويبلغ عدد المغتربين اليمنيين في الخارج حسب وزارة المغتربين 7 ملايين مغترب، يعمل غالبيتهم في دول الخليج والولايات المتحدة وبريطانيا. الكاتب الصحفي منصور هائل يعود إلى الظهور والنشر، وقد نشر عدد من نشرت عدد من المواقع مقاله تحت عنوان الأسوأ عالميا لماذا؟ تكاد قائمة الأرقام حول المحن والكارثة الإنسانية المتطاولة في اليمن لا تنتهي، فهي تكبر وتتكاثر على مدار الساعة، ويجري ربطها بالانقلاب الحوثي في 21 من سبتمبر عام 2014 والحرب التي استعرت فيما بعد ولا زالت مستمرة في كل الجهات، حتى أنه لا يوجد مكان آمن للاختباء من القتال حسب تقرير مجموعة الخبراء التابعين للأمم المتحدة. فالألغام الأرضية التي خلفها الحوثيون تقتل وتشوه الناس، والمدافع والرصاص والحصار الاقتصادي والعسكري كأسلوب قتال يودي بحياة المئات، ومن لم يقتل يتعرض للاحتجاز أو الاعتقال أو الإخفاء أو الاغتصاب. وتتحدث الأرقام عن المئات من ضحايا الألغام والقتلى قنصاً وحرقاً واغتيالاً وغرقاً. تتحدث الأرقام والمعطيات عن كل الميليشيات في الداخل شمال البلاد وجنوبها، ومعها التحالف يخوضون مباريات تنافسية ضارية في استعراض عضلات التوحش والهمجية على شعب منكسر بالحرب ومتخبط بين الخرابات والأطلال والحفر ومثخن بجراحات الحرب والكوليرا وحمى الضنك. كل الأطراف تخوض حرب الأرض المحروقة لتخليف البلاد المستباحة والشعب المغتصب. تلاشت ما كانت تعرف بوزارة الداخلية وأصبحت جهازا تابعا لميليشيا الحوثي يقودها عم زعيم الميليشيا عبد الكريم الحوثي بمساعدة كبار القيادات القادمين من معقل الجماعة في محافظة الصعدة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان
داخلية الحوثيين مخلب الجماعة للثراء غير المشروع وإرهاب التجار. أوضحت المصادر الشرق الأوسط أن القيادي عبد الكريم الحوثي الذي يعد فعليا الرجل الثاني في الجماعة أقدم منذ تعيينه في المنصب قبل أشهر على نهب مساحات واسعة من الأراضي والمزارع المملوكة للداخلية اليمنية، كما أقدم على نهب العشرات من العقارات في مناطق متفرقة. وقالت الصحيفة إن كل المناصب الأمنية المهمة في ما كان يعرف بوزارة الداخلية أكلت إلى قيادات أتت من صعدة يتصدرها نجل مؤسس الجماعة علي حسين الحوثي والقيادي أحمد علي جعفر والملقب أبو آلاء. وكشفت مصادر عن أن أبو آلاء المعين قائدا للنجدة الحوثية أقدم منذ تعيينه على ممارسة شتى أنواع العنصرية والطائفية على منتسبي ما كان يعرف بقوات النجدة، حيث قام بإسناد أقاربه في أهم مفاصل القوات لمساعدته في جباية مئات الملايين من الريالات. وقالت الصحيفة إن أغلب تجار اليمن أصبحوا واقعين تحت رحمة عناصر أبو آلاء في مختلف النقاط الأمنية بين المحافظات الخاضعة للجماعة. في كل عام تصدر اليونيسف تقريرا عن حالة أطفال العالم هدفه البحث عن القضايا الرئيسية التي تؤثر عليهم، ولأول مرة منذ 20 عاما يفحص التقرير الصادر لعام 2019 القضايا المتعلقة بالغذاء والتغذية، وقد ركز على ما يواجه الأطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعنونت شبكة CNN الأمريكية أكثر من 16 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون من سوء التغذية، ويعاني المزيد من الأطفال حاليا من أشكال مختلفة من سوء التغذية، وذلك بسبب النزاعات التي تحصل في سوريا واليمن وليبيا والسودان. ففي سوريا يصاب ثلث مجمل الحوامل والمرضعات بفقر الدم، وفي السودان يقدر عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ب2,300,000، وفي اليمن يعاني مليون طفل تقريبا من سوء التغذية الحاد، من بينهم حوالي 360,000 طفل تحت سن الخامسة، وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة. وعند عدم معاناة منطقة معينة من حالة نزاع أو حرب لا يعني ذلك أن سوء التغذية غير موجود، إذ أشارت المنظمة إلى تهديد الجوع الخفي لبقاء الأطفال ونموهم وتطورهم العقلي. والجوع الخفي هو أحد الأشكال المختلفة لسوء التغذية، والذي ينتج عن نقص المغذيات الدقيقة نتيجة الوجبات الغذائية الفقيرة. وتحدث أحد المختصين للموقع عن الأطعمة الأساسية ذات القيمة الغذائية المنخفضة، أي الأطعمة السريعة وغير الصحية والمشروبات السكرية وسياسات تدعيم الأغذية والممارسات المتبعة في وضع الملصقات على المواد الغذائية وفي التسويق. وقد فشلت مجتمعة في توفير وجبات صحية للأطفال، ونتيجة ذلك هناك المزيد من الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية. الربيع العربي بين موجتين، تحت هذا العنوان كتب ماجد توبة مقاله المنشور في صحيفة الغد. تؤشر التحركات الشعبية في غير بلد عربي خلال الأشهر الأخيرة لما يمكن اعتباره حقا موجة ربيع عربي ثانية بأقل من عقد من الزمن. رياح الموجة الثانية تصل اليوم للبنان بتركيبته المعقدة والحساسة الذي تشبه ظروف تركيبته الداخلية لبنان، وسبقتها بقوة في السودان، حيث أطاحت الجماهير بنظام البشير في الطريق لنظام جديد دونه. حتى الآن حسابات وتعقيدات كثيرة، وقبلها وبالتزامن معها وحتى اليوم حراك شعبي جزائري يراكم على مهل الاختراقات الإصلاحية دون أن تحقق حتى الآن طموحات هذا التحرك. وأبت تونس التي كانت مهد انطلاقة الربيع العربي إلا أن تضع بصمتها بهذه الموجة الثانية بتقديم الشعب التونسي بشخصية من خارج طبقة الحكم لرئاسة وقيادة البلاد. لن تكون الموجة الثانية من هذا الربيع أسهل من الأولى، لكن ما يمكن أن يسهل من وصولها لأهدافها هو استخلاص العبر والدروس من الموجة الأولى لتفاديها، وهو ما يمكن القول أنه نجح في الحالة السودانية. التجربة السودانية التي أنجزت بالموجة الحالية لهذا الربيع
استنسخت التجربة التونسية والمصرية، ولم تتورط الجماهير وقياداتها الشعبية بالخروج عن السلمية، ولم تذهب للعسكرة كما في التجربة الليبية والسورية واليمنية، فحققت النجاح وانتصرت. وقد يكون من حسن الحظ اليوم أن أطرافاً إقليمية كانت فاعلة بالموجة الأولى في عسكرة الثورات العربية وجرها لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية هي اليوم منقسمة فيما بينها، ويصعب عليها الاتفاق على توحيد جهودها لخطف حركات الجماهير العربية لصالح أجندتها. قد لا تحقق الحركات الجماهيرية الحالية في لبنان وغيرها أهدافها سريعاً، وقد تتوقف بعد أسبوع أو أسبوعين كما حصل في الحالة العراقية الأخيرة، لكنه لن يكون توقفاً دائماً، فالاحتقان وتفاعل عوامل الأزمة سيتواصل في كومونه وسيكون قابلاً لانفجارات أخرى وأقوى حتى ترضخ الطبقات الحاكمة لشروط الإصلاح وتغيير النهج الذي جلب ويجلب الخراب لحياة هذه الشعوب ومستقبلها. تعيش العائلة الأولى في نيجيريا أسرة الرئيس النيجيري محمد بوخاري حالياً فوق صفيح ساخن بشكل يشبه إلى حد كبير الكثير من مسلسلات نيوليود عاصمة السينما في نيجيريا والتي يتابعها الجماهير كل مساء. وعنون موقع البي بي سي خبر مفبرك يشعل حربا داخل أسرة الرئيس، وتزعم القصة اتخاذ الرئيس وزيرة كزوجة ثانية وأن زوجته تشتطيض غضبا. وقد أججت وسائل التواصل الاجتماعي هذه القصة حيث أشعلها تعليق من جانب زوجة الرئيس نفسها. تدور القصة حول زواج الرئيس النيجيري محمد بوخاري والوزيرة سادية فاروق، وما نعرفه أن الرئيس بوخاري متزوج بعائشة بوخاري ولم يتحدث مطلقا عن اتخاذه زوجة ثانية، كما لم تتحدث فاروق أيضا عن أي زواج. كانت عائشة بوخاري خارج البلاد لشهرين وتوقفت خلال الرحلة الخارجية في بريطانيا لإجراء فحص طبي، وقد اعتبر البعض عودتها لنيجيريا بمثابة مؤشر على دفاعها عن زواجها. ولدى سؤالها في المطار عقب وصولها نيجيريا حول ما يتردد قالت لبي بي سي هاوسا إنه بالفعل كانت هناك خطط لاتخاذ زوجة ثانية للرئيس، ولكنها قالت أيضا إن العروس المنتظرة أصيبت بخيبة أمل لعدم إتمام الزواج. وكانت السيدة بوخاري تتحدث تماما بلغة الهاوسا ولم تذكر أسماء، ولكن كان من الواضح أن زوجة الرئيس كانت ممتعضة من عدم قيام الوزيرة سادية فاروق بنفي الشائعات علنا. ومما زاد الموقف تعقيدا أن حساب الوزيرة على تويتر والذي نفى الشائعات اتضح أنه مزيف. ووفقا لبي بي سي فإن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر كان لهم إسهامات حول الزفاف وقوائم المدعوين ومكان الحفل وبرنامجه، وقد قام أحدهم بتصميم بطاقة دعوة الزفاف ومكانه. عادة لا يعتبر البقر عدوانيا، إلا أن بقرة في جنوب ألمانيا أثارت ذعر كثير من الناس بعد إصابتها بحالة من الهياج، وصلت لدرجة أن الشرطة وصفتها بشديدة العدوانية. فكيف تمكنت الشرطة من الإمساك بالبقرة في النهاية، والتي أوردت قصتها كثير من المواقع الدولية وعنوان الدي دبليو الألماني؟ سيارات ومروحية لمطاردة بقرة غاضبة في ألمانيا. وقال الموقع إن البقرة أثناء غضبها حطمت منزلا زجاجيا بالكامل وألحقت أضرارا بدراجة نارية ودوريات شرطة. ووصفت الشرطة البقرة في تقرير بأنها شديدة العدوانية، كما أوضحت أن سهام التخدير التي استخدمها طبيب بيطري متخصص كانت السبيل الوحيد لإيقاف البقرة الهائجة. وطاردت الشرطة البقرة في البلدة التي تقع في ولاية بارافيا بجنوب ألمانيا لعدة ساعات باستخدام سيارات ومروحية، إذ نجحت الشرطة أخيرا في تطويق البقرة باستخدام عدة سيارات طوارئ وأعادتها إلى مالكها. ليلة سقوط النظام، تحت هذا العنوان كتب يوسف حاج علي مقاله المنشور في العربية الجديد. كسر الناس حاجز خوفهم وقرروا أن ينتفضوا. وقف المواطن أمام الحريق الكبير، شاهد الحريق يصل إلى بيته ولم يجد من يطفئه. تفرج على حاله وهو يستجد الوظيفة والمدرسة والجامعة والمستشفى، وفوق هذا كله يحترق في قلب النار.
قرر المواطن أن يقلب الطاولة على الزعيم. لا تصدقوا أن الزعماء يحاولون قلب الطاولة على بعضهم أو تلقفها بصدورهم. هذا ليس صحيحاً. الناس هم من قلبوا الطاولة عليهم وبدأت بدحرجة الكراسي. صرخ الناس من وجعهم، من اختناقهم، انفعلوا من دون خلفية سياسية ولا شحن مذهبي. لم يكونوا محتاجين إلى سبب يحركهم، فالأسباب لا تحصى. كل صاحب حق، كل مظلوم، كل منبوذ، كل قضية أغلقت السلطة أذنيها لها، كل عاطل عن العمل أقفلت الأبواب في وجهه، كل حالم بشقاء الهجرة، كل مواطن آدمي لم يجد مكانا له في المنظومة الميليشيوية، كل واحد من هؤلاء اعتبر نفسه معنيا بما يحصل وقرر أن ينزل إلى الشارع. قرر الناس أنهم لن يصمتوا بعد اليوم، فقد صمتوا كثيرا ولم يجنوا إلا الخراب. صرخ الناس من وجعهم، الناس لم يعودوا خائفين. الشاب الأعزل، الأم، الأطفال، جميع هؤلاء اليوم تحديدا أقوى من الأزعر المسلح. الهاتف والطبل والريشة والراية والأغنية بيدهم أقوى من البندقية في يد الميليشيوي وأكثر تأثيرا. الحرب اليوم هي على الأمل وعلى المستقبل. المغتربون من أبناء هذه البلاد شعروا بذلك أيضا، يقولون إنهم اليوم يعيشون الغربة لأول مرة، يصرون على أن ما يحصل هو استرجاع للوطن، يشعرون بعودة الانتماء إلى الدماء. بأيديهم هشم الناس صور الزعيم، زعيمهم، وأحرقوا رايات الأحزاب، أحزابهم، وشتموا من صميم قلوبهم من اعتادوا الدفاع عنهم والهتاف بإهدار أرواحهم ودمائهم من أجل مناصبهم. كسر الناس الصورة المقدسة وأنزلوا الأيقونة التي لا تطاول: سأبدأ بنفسي وبزعيمي هذه المرة، قال الناس، وليسقطوا جميعا، حكومة ونظاما ونوابا، فليسقط الجميع ولتكن ثورة. مجموعة من الصور المتنوعة هذه المرة من صحيفة الواشنطن بوست، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. الرسوم قد تعبر عما بداخل صاحبها، ولكنها تترجم أيضاً أحداثاً وتسرد قصصاً وتوصل معاناة. نتابع شيئاً من ذلك. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.